صراحة فالاستعارة تصريحية ولا مكنية؟ تصريحي. طيب ما هو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة؟ البكاء. البكاء يعني هل هو مشتق وإلا مصدر؟ مصدر. فما دام جرت فيه في اسم تفضل خو ترجعوا لي ستيلو. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. تفضل. جزاك الله خير. فمدام البكاء يعني ليس يعني مشتقا وليس فعلا اسم جامد فالاستعارة أصلية، فهذاك علاش قال من الاستعارة تصريحية، عفوا تصريحية وأصلية، تصريحية لأنه صرح بذكر المشبه به، وأصلية لأن اللفظ الذي جرت فيه اسم جامد اللي هو مصدر هنا طبعا. واضحة المسألة؟ مزاله كمل لي. ويجوز أن تجرى الاستعارة مكنية في العالم. أي هذا من باب آخر، ليس من باب كله تبعية يعني قرينته مكنية، يعني قال يمكن هذا يعني البيت نغيروه احنا، يعني نصير ماذا نجري الاستعارة فاش؟ في العارض. أي شو يصير؟ العرف المشبه والمشبه به هو الانسان الذي يبكي. اي احسنت. والبكاء طبعا هو من لوازم الانسان، ويصير العارض هو المشبه، والمشبه به هو الانسان ولم يذكر صراحه، ولكن ذكر شيء من لوازمه اللي هو ماذا؟ البكاء. في هذا البيت صادف أن الاستعارة الأصلية قرينتها مكنية. قرينتها شنية؟ مكنية. احنا سابقا مش قلنا كل تبعية قرينتها ماذا؟ مكنية. لكن يعني لا على سبيل الحصر، لم نقل إن المكنية إن التبعية فقط هي التي تكون يعني قرينتها، عفوا إن التبعية فقط هي التي تكون قرينتها مكنية. التبعية دائما تكون قرينتها مكنية، أما الأصلية فيمكن أن تكون قرينتها مكنية ويمكن أن لا تكون. في هذا البيت يعني كانت قرينة الأصلية كذلك استعارة مكنية. تفضل. سمحنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي موسى. الهتمي. نعم. العارض الهتمي. الكثير. أنا موجود في الشرح. أنت كتابك ما فيش يعني شرح. أنا قال في الحاشية الثالثة يعني عندي في خضراء أي في روضة خضراء والعارض الهتمي السحاب الكثير الأمطار. أي موسى نشوف اللي من بعدها. فما شكون عنده ما يسأل مش عارف. معناها هني توكي بدلنا احنا العرض تولي معناها مش تولي يعني هي مش تولي يولي اصل الكلام من بكائي سحاب كالانسان. واضح ولا؟ فيصير الانسان مشبه به والسحاب اللي هو العرض هو المشبه، والإنسان لم يصرح بذكره بل أشير عفوا بل ذكر شيء من لوازمه اللي هو البكاء. هي تسمى مكنية. مكنية. مكنية تبعية. لا ليست تبعية. مكنية. أصلية كذلك، لأن بكاء اسم جامد يعني ليس مشتقا، وكذلك لا العارض. العارض هو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة. أي مش تصير تبعية. علاش؟ لأن العارض صيغة اسم فاعل. واضح ولا؟ صيغة اسم فاعل. هذاك علاش؟ معناها تبعية مكنية. أي نعم. هو ذكر كونها مكنية فقط، ما ذكرش كونها يعني تبعية. تبعية. نعم. طيب، فما شكون عنده سؤال آخر؟ تعداو للي من بعد إن شاء الله. أي تفضل سيدي. تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. لا أنا قلت لكم هذا هو النموذج اللي كنا نعمل فيه. أما هنا عندكم تمارين اللي يحب يعمل بالنسبة للنسخة هذه السطرة فيها الإصلاح،
واللي يحب تمارين عجبه ولا ظهر فيه اشكال نجم نراجعوا مع بعض. اي تقسيم الاستعارة الى المرشحة المجردة والمطلقة. الامثلة: قال تعالى: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وقال البحتري: يؤدون التحية من بعيد الى قمر من الايوان بعيد. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال البحتري: وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى لبها المتواتر. كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من ذواته أو غن فوق قرطاسه. وقال قريث بن أنيف: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. طيب البحث في الأمثلة الأولى. في الأمثلة الأولى: استعارات تصريحية في اشتروا بمعنى اختاروا، وفي قمر الذي يراد به شخص الممدوح، وفي طغى بمعنى زاد. وقد استوفت كل استعارة قارنتها، فقارنة الأولى الضلالة. طيب الأولى رب ايش قال؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى به فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا نلاحظوا أين المجاز؟ أي اشتروا. فطبعا الآية تتكلم على شكون هنا؟ على المنافقين عزكم الله. وإذا قيل لهم يعني آمنوا كما آمن الناس، وإذا فتكلم المولى على المنافقين. آخر شيء ذكر يعني وصف قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة. فهل الاشتراء هنا حقيقة؟ لا، هم لم يشتروا، بل هم اختاروا، اختاروا طريقة الضلال. فأين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه اختاروا، والمشبه به اشتروا. يعني اختاروا اختيارا كالاشتراء. اختاروا شنو؟ اختيارا كالاشتراء. فما دامت يعني الاستعارة جرت في فعل، فهي أهلية أصلية ولا تبعية؟ تبعي. هنا هل المشبه مذكور؟ اختار. لا. المشبه به مذكور أم لا؟ مذكور صراحة. فما له هي استعارة أصلية وتصريحية. عفوا تبعي. نعم به. طيب كيف علمنا ان اشتروا هنا مجاز ليس اشتراء حقيقيا؟ لانه قال الضلالة، مفعول اشتروا شنو؟ الضلالة. والضلالة هل تشترى؟ هل هناك دكان يبيع؟ وان كان في زمن يمكن ان تشترى الضلالة، بل بعضهم يدفعون لها يعني شهريا اقساطا. مش قاعدين نعطيه في معلومة احنا، الله يفرج الحال. طيب فما الضلالة هي قرينة على أن اشتروا مجاز. واضح إلى هنا ولا؟ قال في الأمثلة الأولى: استعارات تصريحية في اشتروا بمعنى اختاروا. فما لا اشتروا مشبه، عفوا اختاروا مشبه واشتروا مشبه به. وهم مش نجيو نشوفوه المثال الثاني. وقرينة الأولى اش قال؟ قال الضلال به. أنا لاحظت دي واللي هو اللفظ الجدير بالذكر، قال: وقد استوفت كل استعارة قرينتها. ريت هنا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إلى هنا تمت العملية بنجاح. يعني عندي الاستعارة وكذلك القرينة. لكن شو نلاحظوا؟ نلاحظوا بعد فما زيادة. فما شنو؟ زيادة على الموجود. يعني الأركان الاستعارة كاملة عندي، يعني اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، وعندي كذلك القرينة. وطبعا العلاقة موجودة بين المشبه والمشبه به، أو بين الحقيقة والمجاز، يعني باعتبار أن الاشتراء والاختيار فيه يعني معنى الحصول في كليهما. لاحظوا هنا بعد اش قال؟ فما ربحت تجارتهم. بيركزوا معايا، احنا عندنا
ما هو المعنى الحقيقي؟ هو الاختيار. والمعنى المجازي شنو؟ الاشتراء. لما قال فما ربحت تجارتهم، فهذا اللفظ هل هو من ملائمات الحقيقة ولا من ملائمات المجاز؟ باهي، هل هو من ملائمات المشبه ولا من ملائمات المشبه به؟ مشبه به بطبيعة، لأنه هو المجاز. فما لها الزيادة هذه يسميها العلماء ترشيح، يسموه شنو؟ ترشيح. يمكن يقع العكس، يعني تكون عندي الاستعارة واستوفت قرينتها، ولكن لا يذكر شيء من ملائمة المجاز أي من ملائمة المشبه به، بل يذكر شيء من ملائمة المشبه. نتعدوا للبيت الثاني، إيش قال؟ يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. يؤدون التحية من بعيد، هذا عادي، هذا يكون له معنى حقيقي، إلى قمر. إلى شنو؟ قمر. فقمر هل هنا هو حقيقة أم مجاز؟ مجاز. يعني إلى خليفة ولا ممدوح ولا نعرفش على خط شكون هذا، شكون يمدح؟ أيوه. فيؤدون التحية إلى هذا الممدوح الذي هو كالقمر. فما لا عندي الممدوح مشبه والقمر مشبه به، الممدوح حقيقة والقمر مجاز. من بعد إيش قال؟ من الإيوان بادي. الإيوان يعني اللي هو الشرفة أو السيارة اللي فيها نقبة ويخرج منها القمر، بس حاجة أخرى بدو تفكروا في حواجة أخرى. فالبدو من الإيوان، هل هو أقبل هذا سمعون لما قال إلى قمر؟ فانتهت الاستعارة، استوفت يعني قارنتها وتمت العملية. لما قال من الإيوان باد، فهذه الزيادة هل هي من ملائمات القمر اللي هو مجاز أم من ملائمات الممدوح اللي هو حقيقة؟ يعني عكس الموجود في الآية. فمعنى لما تستوفي الاستعارة قارنتها ويذكر شيء من ملائمات المشبه اللي هو المعنى الحقيقي، فهذا يسميه العلماء تجريد. يسميه شنو؟ تجريد. ما لعنا مرشحة ومن بعد عنا شنو؟ مجردة. نجيو من بعد للآية أو يعني اللي هي المثال الثالث. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء، فطغى هنا حقيقة وإلا مجاز؟ مجاز. مجاز عن ماذا؟ عن مجاوزة الحد، فجاوز الماء الحد. بعد قال حملناكم في الجارية. حملناكم شنو؟ في الجارية. فحملناكم في الجارية هل هو من ملائمات المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ لا حقيقي ولا مجازي، عندوش حتى علاقة، هذاك ماشي في السياق العادي للكلام. لم يذكر لا شيء من ملائمات الحقيقة ولا من ملائمات المجاز. حملناكم في الجارية، إيه حملناكم في السفينة، ما عندوش حتى علاقة لا بالطغيان ولا اللي هو يعني شيء، وإلا بمجاوزة الحد اللي هو المعنى الحقيقي. فلما تكون لدي استعارة واستوفت قرينتها، ثم لا يذكر بعدها لا شيء من ملائمات المشبه ولا شيء من ملائمات المشبه به، هذه نسموها مطلقة. مطلقة بلغتنا يعني عادية. الإطلاق هو عدم التقييد، لم تقيد لا بترشيح ولا بتجريد. وفي نموذج رابع لم يذكر هنا، قال في بعض الحالات تذكر الاستعارة تستوفي قرينتها ويذكر شيء من ملائمات المشبه وكذلك شيء آخر من ملائمات المشبه به، هذه كذلك تسمى مطلقة. تسمى شنو؟ يعني إذا ذكر الاثنان أو لم يذكر أي منهما فتسمى الاستعارة مطلقة. إذا ذكر شيء من ملائمات المشبه به فهي مرشحة، وإذا ذكر شيء من ملائمات المشبه فهي مجردة، وإذا ذكر معا أو لم يذكر أي منهما فهي مطلقة. واضح المسألة؟ طيب كمل القرآن. نعم أنا موجود في الحاجة الكلام هذا. إذا هو ما نعرفش مش يشير له في البحث ولا لا، ما مسألة معروفة.
ترى كمل. وقد استوفت كل قرينة كل استعارة قرينتها. أي فقرينة الأولى الضلالة وقرينة الثانية يؤدون التحية. نعم، لما لفظ يؤدون التحية علمنا منه أن القمر مجاز. نعم. وقرينة الثالثة الماء. أي لما قال طغى، لو قال مثلا العبد أو العامل فنفهم من ذلك أنه حقيقة، لكن لما قال الماء فالماء ليس من ذوي العقول حتى يصدر منه طغيانا فمجاز. نعم. أي وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به، وهذا الشيء هو فما ربحت تجارتهم. وإذا نظرت إلى الاستعارة الثانية رأيت بها شيئا من ملائمات المشبه، وهو من الإيوان بان. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه. والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية. طيب لحظة، يعني رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه، وطبعا يعني الاستعارة المرشحة هي أبلغ من الاستعارة المجردة. وعلاش؟ لأن المرشحة يذكر فيها شيء من ملائمات ماذا؟ المشبه به، اللي هو مجاز، اللي هو بعيد عن الحقيقة. وكلما كان الكلام بعيدا عن الحقيقة كلما كان أوقع في النفوس. ولك علاش اشتهرت مقولته أبلغ الشعر أكذبه. أكذبه لا بمعنى الكذب الشرعي، وإنما الكذب هو إشارة إلى المجاز، لأن الكذب يقابل الحقيقة والمجاز كذلك يقابل الحقيقة. فكلما كان الشعر يعني فيه مجاز فيه استعارات، كلما كان بعيدا عن الواقع كلما كان أوقع في النفوس. وهي كما استعار الكذب ان شاء الله سي مجدي يا طيب لازم يسجل معنا في تعني الزيتون صحيح. نعم. اي واصل. والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية، هي الضمير في رأت الذي يعود على المناية التي شبه بالإنسان، والقلم الذي شبه بالإنسان أيضا، والشر الذي شبه بحيوان مفترس، وقد تمت لكل استعارة قرينتها. طيب خلينا نشوف المثال الأول. الضمير في رأت، ايش قال في المثال الأول؟ قال وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. به المنايا هل تراها هي حقيقة؟ فمالا إن رأت هذا شنو؟ مجاز. إيش قال هو؟ قال استعارات مكنية. هي لا عفوا، قال هي أول شيء الضمير في رأت. رأت يعني مو فيها ضمير مستتر، ولا تقديره هي، وهي تعود على ماذا؟ على المنايا. إيه المنايا هنا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. يعني وكأن يعني المنايا يعني هي شبهت باش بإنسان، شبهت بإنسان، صارت يعني صارت كأنها يعني كأنها إنسان، ويراه سوف يعني يضرب يعني بالنبل. قال استعارة مكنية هي ضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بإنسان. فالمنايا مشبه والإنسان مشبه به، يعني وأرى المنايا التي هي كإنسان إن رأت بك شيبة. فالاستعارة كيف هي؟ هل هي يعني تصريحية ولا مكنية؟ مكنية. علاش؟ نعم، المشبه به اللي هو الإنسان، يعني لم يذكر ولكن ذكر شيء من لوازمه اللي هو ماذا؟ الرؤية. الرؤية في رأت مش في أرى. أرى ذاك المتكلم حقيقة ليس يعني مجاز. الثاني ايش قال؟ قال فلان أكتب الناس، أي أكثر الناس كتابة، إذا شرب قلمه من دواته. إذا شرب شنو؟ قلمه من دواته.
فالقلم هنا هل يشرب حقيقة؟ قال القلم الذي شبه بإنسان أيضا. فما الاستعارة كيف هي؟ كيف علمنا أن القلم هنا مجاز؟ لأن شرب ماذا؟ قرينة. آه. نعم، إذا شرب قلمه من دواته. فالقلم الذي شبه بإنسان أيضا، فالقلم مشبه والإنسان هنا مشبه به لم يذكر، بل ذكر شيء من لوازمه اللي هو شرب. والشر الذي شبه بحيوان مفترس، إيش قال؟ قال قوم إذا الشر أبدى لهم ناذجيه أو ناجذيه عفوا طاروا إليه زرافات وحدانا. فملنا الشر هو مشبه، والمشبه به ماذا؟ حيوان مفترس. طيب ما هي القرينة؟ نعم ناجذيه. نعم أي بعد ايش قال كمل؟ وقد تمت لكل استعارة قرينتها، إذ هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا اللي هي رأت. نعم أي. وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم. أي قالك فلان إذا شرب قلمه أو غنى، يعني إشارة إلى هذا الصوت الذي يصدر عن القلم أثناء الكتابة. نعم أي. وفي الثالثة إثبات إبداء الناجذين للشر. أي. وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به، وهو جعلتك مرمى نبلها. أي المنايا طبعا شبهت قلنا بإنسان ولا؟ والرمي بالنبل هل هو من ملائمات المنايا اللي هي حقيقة، وإلا من ملائمات الإنسان اللي هو مجاز؟ أي الإنسان اللي هو المشبه به. فما لهذه استعارة مرشحة ولا مجردة؟ مرشحة، ما دام ذكر شيء من ملائمات المشبه به يعني المجاز فهي مرشحة. نعم أي. وأن الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه، وهو دواته وقرطاسه. نعم، هو تكلم على فلان إذا شرب ماذا؟ قلمه من دواته. طبعا الدوات هنا هل هي أشياء شيء من ملائمات القلم اللي هو حقيقة، ولا من ملائمات الإنسان اللي هو مجاز؟ القلم، فهذه ما تسمى مجرد. نعم الدوات والقرطاس. وأن الاستعارة الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه به. والاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة، أي؟ والتي من النوع الثاني تسمى مجردة، والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة. طيب أي القواعد. شوف أنا ما عندوش شو اسمه، ما عندوش ملاحظة. أي الحاشية الأولى قلتوها ولا؟ في القواعد مثال كمل. أي القواعد. الاستعارة المرشحة ما ذكر معها يلائم المشبه به. أي الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه. أي الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. طيب الاستعارة المطلقة قال ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. عندنا الحاشية رقم واحد في النسخة اللي موجودة عندنا، ايش حاطط اللوتر؟ قال من نوع الاستعارة المطلقة الاستعارة التي تشتمل على ترشيح وتجريد معا، يعني لما تكون خالية من الملائمات أو فيها ملائمات الترشيح والتجريد معا. وقال مثالها في التصريحية نطق الخطيب بالدرر براقة ثمينة فارتاحت لها الأسماع. يعني هنا لما قال نطق الخطيب بالدرر، فالدرر هنا ماذا؟ مجاز عن ماذا؟ عن كلماته. لما قال براقة ثمينة هذا شيء من ملائمات المشبه به، فارتاحت لها الأسماع، لأن البراقة والثمينة لا ترتاح لها الأسماع بل ترتاح لها العيون، فارتاحت لها الأسماع هذه من ملائمات المشبه، وبراقة ثمينة من ملائمات ماذا؟ المشبه به. فهذه الاستعارة فيها ترشيح وفيها تجريد، يسموها ماذا؟ مطلقة. كذلك المطلقة المشبه ها؟ المطلقة
للمرشحة أبلغ. المرشحة دي ما هي الأبلغ؟ التجريد. ها؟ التجريد والمطلقة. التجريد والمطلقة المطلقة التي لم يذكر فيها الترشيح ولا التجريد أبلغ، لأن الاستعارة المجردة ترجعك إلى الحقيقة، وكلما كان غائبا عن الحقيقة الإنسان كلما كان ذلك أوقع في النفس، أوقع في النفس. نعم، دائما العرب تؤثر الصراحة على الجنين. نحن لو تتبعنا كلامنا في اللغة الدارجة لوجدنا أن في كثير من الأحيان دائما نكني ونأتي بالمعنى المجازي والمعنى البعيد، ولا نستعمل التمثيل ولا حتى في يقولوا هي برطير من قدامي، مش معناها مش يطير من حقه، وهي أبلغ من اللي يقولوا أنت تمريتيش، قالوا بلاك ستوب قد راسك، هذه معناها ذبح بليغ جدا. معناها أول شيء قالوا أنت غافل، ومعناها ونعتوا معناها بدمامة الخلقة، معناها وما قالوش يعني أنت رأسك كبير، لا قالوا بلاك قد راسك، جعل الرأس نتاعو يعني معيار تقاس به الخشونة، وهذا رأس يعني كبيرة جدا، وبالرغم من ذلك يعني فيها عيون وكاميرات ولم ترى يعني بلاكة يعني قف. هو يقول لك انت قلوا بلاكة ستوب قد راسك مريتي شوب، يخليه ياكل في بعض بيك مبالغة كي يقول بلاكة ها؟ يقول بلاكة رغم أنه كبيرة ما شفتهاش. الله أعلم، قيس كما تحب. الله يفرج الحال. أي نوصل مع العلم أنه بلاكة ستوب يعني أعطوها ميزة لقانون الطرقات، يعني البلاك كلها يعني دائرية اللي تشير يعني للوجوب والمنع، لكن هي مش سداسية، ثمانية. أي بلاكة ستوب معناها مثمنة، مش مثمنة من ثمن، يعني فيها ثمانية أضلاع باش حتى من تالي تعرفها اللي هي ستوب. أي البلاكة الاتجاه المعاكس والا الاتجاه الوجوبي تلقاها دائرة كي توصلها من الخلف ما تعرفهاش، لكن بلاكة علاش هذيك عملوها باش كي تشوف تنجم تدخل هنا بلاكة ستوب قد راسك. تعرف عن سي مجدي يعني جماعة التاكسيات هذوما يا خويا. هاي تفضل. هذه مثال تصريحية. قال ومثاله في المكنية دي قصف المود واللطف يا ربي. تبدي كان خليتنا ما شفنا شيء. الله يهديك السلام. قصف الموت شبابه قبل أن يزهر ويصل إلى الكهولة. فمن هنا لما نقول قصف الموت شبابه، لما يقول أين المجاز هنا؟ قصف أي الموت هنا طبعا إشارة إلى إنسان يعني قوي عتيم سوف يعني يتأتى منه عنف به. لا شبابه قبل أن يزهر، هذه واحدة من الملائمات، ويصل إلى الكولة هي الملائم الثاني، لكن ما هو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة؟ قصف قبض يعرف قبض، هذا الموت يقصف الموت يقبض. أي قصف الموت شبابه بمعنى ماذا؟ أنهاه ده. وطبعا هنا يصل إلى الكهولة، هذا ملائم المشبه، وقبل أن يزهر هذا ملائمات المجاز، فذكر شيء من ملائمات الحقيقة وشيء من ملائمات المجاز، فهي استعارة ماذا؟ مطلقة، لا ليس لأنها لم يذكر فيها الملائمات، بل ذكر فيها ملائم المشبه والمشبه به. واضح ولا؟ هاي نواصل، هاي نزلت النماذج. نعم.
لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية. أي يعني ما يجيش من بعد واحد يقول يتكلم على القرينة ويعتبرها ترشيح أو تجريد. نعم. ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. نموذج فهمتوها هذه ولا الأخرانية؟ سهل. شوف قال لا يعتبر، وهذه قاعدة ذكرها من أول البحث، قال وقد استوفت كل استعارة قرينتها، لابد أن تستوفي الاستعارة قرينتها، ثم يأتي بعد ذلك ذكر الملائمات وقت باش نتكلم على ترشيح أو تجريد. قال لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية، ولهذا تسمى ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. مثلا لو كانت نقرأ الآية إلى هنا فقط نقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، من بعد هوش قال هنا أين الاستعارة؟ الاستعارة جرت في لفظ اشتروا. ده كيف علمنا ان اشتروا مجاز هنا؟ لان كلمه الضلاله ما يجيش واحد من بعد يقول يعني الضلاله هي شيء من ملائمات الحقيقه، من ملائمات يعني اختاروا، فنقول هنا لفظ الضلاله يعني نستدل به على ان الاستعاره مجرده. لا، الضلالة هي قرينة على أن اشتروا ماذا؟ مجاز، فلا نعتبره لا في الترشيح ولا في التجريد. فعندي الاستعارة يعني اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة، وعندي كذلك القرينة، فما زاد على ذلك من ملائمات المشبه نسميه تجريدا، ما زاد على ذلك من ملائمات المشبه نسميه ماذا؟ ترشيحا. لا أن نجعل القرينة في ذاتها مش نزيد نستعملها في وظيفتين، يعني استعملها للاستدلال على أن اللفظ الوارد مجاز، واستعملها على أنها ماذا؟ من ملائمات المشبهة أو من ملائمات ماذا؟ المشبهة به. قال لا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا. قرينة التصريحية ما هي الاستعارة التصريحية؟ الاستعارة التصريحية هي ذكر ماذا؟ المشبه به صراحة. لما يذكر المشبه به صراحة اللي هو المجاز، فهناك لفظ يعني أو قرينة يعني أعلمتني أن هذا مجاز. أيوة، كالقرينة مش تكون من ملائمات ماذا؟ ترشيح. لا لا، مش تكون من ملائمات المعنى الحقيقي، يعني مش تسمى تجريد. كما شفنا في المثال الأول، الضلالة ما هي قرينة ولا؟ هي قرينة الاستعارة ولا؟ هي الضلالة هي من ملائمات اشتروا ولا اختاروا؟ اختاروا اللي هو لا لا اللي هو شنو؟ اللي هو المعنى الحقيقي، وملائمات المعنى الحقيقي المشبه يسمى تجريدا، لا تسمى قرينة التصريحية ماذا؟ تجريدا. نجيو للمكنية. في الأمثلة نتاعنا عندنا استعارة مكنية ولا؟ يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. لا، هذا قمر زاد ذكر لفظ المشبه به. وأرى المنايا إن رأت بك شيبة. أي وأرى المنايا إن رأت بك شيبة. الاستعارة هذه كيف هي؟ قال أمثلة ثلاثة. أيوة، إن رأت، فرأت هنا طبعا الضمير الموجود في رأت يعود على ماذا؟ على المنايا، والمنايا هنا طبعا هي مشبه، وما هو المشبه به؟ هو إنسان. أي فالإنسان لم يصرح بذكره، بل ذكر شيء من لوازمه اللي هو ماذا؟ اللي هو نسبة الرؤية إليه.
يجيش من بعد واحد يقول الرؤية هل هي من ملائمات المنية اللي هي حقيقة وإلا من ملائمات المجاز اللي هو الإنسان؟ الرؤية من ملائمات الحقيقة اللي هي المنية ولا من ملائمات الإنسان اللي هو مجاز؟ الإنسان. فيجي للرأت اللي هي في الأصل قرينة المكنية ويقول لك هو ترشيح لأن الرؤية من ملائمات الإنسان اللي هو المجاز. قالوا لا، هذيك ليست من الملائمات، رأت هذيك هي قرينة على أن الضمير الموجود في رأت يعني مجاز وليس حقيقة. فقرينة المكنية يمكن أن تلتبس على البعض على أنها ترشيح، وقرينة التصريحية يمكن أن تلتبس على البعض على أنها ماذا؟ تجريد. هذاك علاش قال لهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. واضح المسألة؟ توضحت من خلال المثال الأول في كل مجموعة، المثال الأول في المجموعة A والمثال الأول في المجموعة B. المثال الأول فيه استعارة هي مرشحة تصريحية، وفي المثال الثاني عندنا استعارة كذلك مرشحة وهي مكنية وليس تصريحية. نزلنا الوقت ولا صار؟ احنا نزل شوي، احنا بدينا وقت ايش؟ كمل النماذج. نموذج خلق فلان أرق من أنفاس السباء من أنفاس الصبا إذا غازلت أزهار الربا. طيب. في كلمة الصبا وهي الريح التي تهب من مقطع الشمس استعارة مكنية لأنها شبهت بإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أنفاسه أو أنفاسه الذي هو قرينة المكنية. طيب. قال فلان، عفوا، خلق فلان أرق من ماذا؟ من أنفاس الصبا. الصبا قلنا الريح التي تهب من مطلع الشمس، عنا استعارة مكنية لأن هذه الرياح ليس لها أنفاس، فملأ الصبا هنا هي مشبه، والمشبه به شنو؟ هو الإنسان. طيب ما هي القرينة؟ أنفاس. القرينة هي أنفاس، فلأن الأنفاس هذا شيء من ملائمات أو من لوازم الإنسان. قال لأنها شبهت بإنسان وحذف المشبه به، يعني حذف الإنسان رمز له بشيء من لوازمه وهو أنفاس به الذي هو قرينة المكنية. أي وفي غازلت ترشيح، أي غازلت أزهار الرباء. فغازلت هل هو شيء من ملائمات الأنفاس؟ عفوا، من ملائمات يعني الإنسان ولا من ملائمات الرياح؟ الإنسان هو الذي يغازل وليست الرياح. فهذا شيء من ملائمات المشبه به اللي هو مجاز الإنسان المشبه به. فهذه الاستعارة مرشحة، هذه الاستعارة مكنية ومرشحة. أي النموذج الثاني. فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير. في عمود استعارة تصريحية أصلية، شبه رئيس القوم بالعمود بجامع أن كلا يحمل. فإن يهلك فكل عمود قوم، القوم ليس لهم عمود بل لهم ماذا؟ لهم رئيس أو سيد، سماه هنا نعم رئيس القوم. فما هو المشبه وما هو المشبه به؟ المشبه هو من؟ المشبه هو الرئيس. الرئيس القوم، ما هو مش رئيس حاجة ولا رئيس الجمعية تاع سيد علي بن خليفة. أي والمشبه به هو العمود. نعم. أي بجامع أن كل يحمل، هذاك يحمل حسا والآخر يحمل معنويا مسؤولية. والقرينة الهلاك، طبعا المقصود به هو الموت. فالعمود لا يوصف بكونه يموت، هذه يهلك هي قرينة على أن العمود هنا مجاز، مجاز عن إنسان. هنا تشوفوا بالعكس، الإنسان
هو المشبه والعمود هو المشبه به. أي وفي إلى ملك يصير تجري. أي لما قال فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير، يعني إلى الموت سوف يصير. هذه هلك الثانية مش الأولى. هل هي شيء من ملائمات الموت؟ هل هو من ملائمات العمود أم من ملائمات رئيس القوم؟ أي اللي هو الحقيقة. فذكر شيء من ملائمات المشبه يعني المعنى الحقيقي، فالاستعارة تجريدية ولا ترشيحية؟ تجريدية، ما دام من ملائمات الحقيقة فهي تجريد. نعم. أي إني شديد العطش إلى لقائك. أي شبه الاشتياق بالعطش بجامع التطلع إلى الغاية. أي فالاستعارة تصريحية أصلية. أي والقارنة إلى لقائك وهي استعارة مطلقة. أيوه هذه تبعتكم واضح. أي يعني هنا شديد العطش إلى لقائك لم يذكر لا شيء من ملائمات المشبه ولا من ملائمات المشبه به، فالاستعارة ماذا؟ مطلقة. نعم. وليلة مريضة من كل ناحية فما يضيء لها نجم ولا قمر. وليلة مريضة من كل ناحية فلا يضيء لها نجم ولا قمر. نعم. في مريضة استعارة تبعية شبهت الظلمة بالمرض والجائع خفاء مظاهر النشاط. طبعا هنا قال مرضت، علاش استعارة تبعية؟ لأن اللفظ الذي جرت فيه فعل، أي يعني الليلة لا تمرض بل ربما تضعف أو ينقص يعني نورها إن شئنا أن نقول. نعم. أي ثم اشتق من المرض مرضت، فالاستعارة تصريحية تبعية. وفي ما يذيب لها نجم ولا قمر تجريد. نعم. شوف يعني المرض هنا هو مجاز، واللي هي الحالة غير طبيعية للإنسان اللي ربما تأتي عليه حمى أو ما إلى ذلك يعني من التغيرات. والمعنى الحقيقي هنا للليلة مرضت بمعنى أظلمت، صار فيها يعني ظلام كبير بسبب عدم يعني وجود الضوء. بعد قال فلا يضيء لها نجم ولا قمر، هل هو من ملائمات المرض اللي هو المجاز وإلا من ملائمات الظلام الشديد اللي هو حقيقة؟ أي فلا يضيء لها نجم ولا قمر هو من ملائمات المعنى الحقيقي يعني من ملائمات المشبه، فما هذا يتسمى ماذا؟ تجريد. يتسمى ماذا؟ تجريد. نعم. تبارك وحيانا بك الله إنما على العيس نرض والخضوع كما سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نور والخضوع كمائمه. كمائمه لا لا كمائمه. قرأنا هنا حط اللوطة شوية شرح الخطاب. نعم. الخطاب صراط المحبوبات يجب لها بالسقيا وأن يحيى بها كما يحيى الناس بالأزهار والبالأزهار والعيس والإبل. والكمائم جمع كمامة وهي غلاف الزهرة. نعم. أن يحيى بها مش أن يحيى. أن يحيى تحية بالتحية. أي عطينا النور والزهر. النور ولا النور؟ نعم. النور والزهر أو الأبيض منه، والمراد به هنا النساء والجامع الحسن، فالاستعارة تصريحية أصلية. وفي ذكر الخضور تجريد، وفي ذكر الكمائم ترشيح، فالاستعارة مطلقة. أي في ذكر الخدور تجريد، لأن الخدور هذا من ملائمات المعنى الحقيقي اللي هي المرأة. والكمائم يعني طبعا مش الكمائم اللي نشيلوا فيها احنا، كمائم الأزهار هذا من ملائمات ماذا؟ المعنى المجازي. فهذا شنو؟ فهذا الترشيح. طيب ذكر في الاستعارة يعني ما يلائم المشبه وما يلائم المشبه به معا، فالاستعارة شنو؟ ما نقولوش مرشحة ومجردة، لا نقول هي مطلقة. نعم. لكن هذه الاستعارة المطلقة طبعا هي أبلغ من التي تطلق دون أن يذكر لها أي ملائم. نعم. زادت سهلت الحكاية ولا صعبت يا سي مجدي؟
هاي مازالت تقريبا اخر واحده الاستعاره التمثيليه، هذه نشوفوها ان شاء الله في حصتنا القادمه. هذه فيها صله رحم مع التشبيه التمثيل، تذكروه ولا مش قلنا تشبيه التمثيل لما يكون فيه وجه الشبه صوره منتزعه من متعدد، ما يكونش وجه الشبه مفرد الشجاعه ولا الكرم ولا غيره. فتقريبا نفس الكلام باعتبار ان الاستعاره هي في الاصل تشبيه حذف احد اطرافه. الاستعارة التمثيلية، وبعد يتكلمنا مش يتكلمنا على بلاغة الاستعارة، ثم نمر للمجاز العقلي والمجاز المرسل. هذا والله ورسوله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذيك المطلب